أيضا من الأخبار الدعم السريع، هناك حملات استهداف موجهة ومتنوعة ضدنا. نعم، كشفت قوات الدعم السريع عن أن هناك حملات استهداف موجهة ضد القوات، وحقيقة بعد الخبر يمكن ما عندي هنا بينا. نعم أيوة، هو موجهة ضد القوات وقيادتها، وأن هناك ترميعا في أساليب الاستهداف، وتوعدت بملاحقة كل من ينتحلون صفتها أو يستخدم شعارها لتنفيذ أعمال لتهديد الأمن القومي وتشويه صورة القوات. أكدت القوات دكتور في بيان رسمي أنها ستلاحق غالبا كل من ينتحل صفتها. يمكن ظهرت بعض الأشياء، عدس والرز وكلام صور كثير. نعم. صور كثيرة. وأفتكر أنا أفتكر ده هو السبب بتاع البيان، إنه في وسائل التواصل الاجتماعي تم تصوير جوالات من الأرز والعدس وكذا، ومكتوب عليها الدعم السريع وتوزع مجانا. يعني أنا أفتكر والبيان بين في أول حاجة إنه دي ما تبع علاقة بالحاجة دي. نمرة اثنين، خلينا نتكلم الفترة دي الانتقالية دي محتاجة لأكبر قدر من التصالح، ومحتاجة لأكبر قدر من التسامح، ومحتاجة لأكبر قدر من التعاون. خلاف كده المرحلة الانتقالية دي ما حتقدر تأدي الأهداف ولا تحققها بالقدر المطلوب. الدعم السريع ده بغض النظر عن رأي الناس فيه وشنو، حتى رأي الشخص فيه وشنو كده، لكن هو جزء من الثورة. يعني أنا شاهدت في القيادة العامة في الأسبوعين الثلاثة أسابيع الأربع أسابيع الأوائل، يعني عاملين لافتات بأحجام كبيرة جدا بتشيد بالدعم السريع وبقائده حميدتي، باعتبار انهم وقفوا وسندوا ودعموا الثوره. ده جزء مهم جدا، والكلام ده برضه ينسحب على قواتنا المسلحه. يعني نحن حق مهما وصلت بين درجه المعارضه او الاختلاف في الراي او تثبيط الاخر، حق ما نشكك في مؤسسات الان هي بتدير البلاد. يعني اللي نشكك في الحكومه الانتقاليه ولا في الوزراء القائمين على امرها، ولا نشكك في اعضاء المجلس السيادي، ولا نشكك في القوات المسلحه، ولا في الدعم السريع، ولا في اجهزه المخابرات، ولا في جهازنا بتاع الشرطه. يا اخواننا دي كلها مكونات اساسيه جدا. البلد دي ما بتسير امورها الا كلها تعمل في تناغم وتعمل في تعاون وفي انسجام كامل. نحن الليله بنتكلم عن فتره انتقاليه، الفترة الانتقالية دي فيها مشاركة في المجلس السيادي، مدنيين وعساكر. المدنيين والعساكر فيهم قوات مسلحة، فيهم شرطة، فيهم مخابرات، فيهم دعم سريع. تتكلم عن حكومة مدنية، الحكومة المدنية دي ما لم تلقى سند حقيقي من قواتنا الأمنية دي كلها لا تستطيع أن تؤدي أي دور. بالتالي حقه أي تشكيك في قوات الدعم السريع أو في القوات المسلحة، الشرطة، المخابرات، حقه في الفترة دي نبتعد عنه تماما. لابد إنه نعي انه في ممكن يكون جهات كثيره جدا من مصلحتها انه الفتره الانتقاليه دي ما تستمر، ما تمشي لقدام. نعم. ما تمشي لقدام. نعم. والبلد دي تخش في فوضى. نعم. انا افتكر دي كلها المسائل دي والله مرفوضه جدا. انا داير اقول انه حقه برضه نحن يكون عندنا ضبط وجيت كيبر للاعلام الالكتروني ده. للاسف الاعلام الالكتروني الان فاتح مفتوح، واي زول ممكن يعمل اي حاجه وفي اي وقت بغض النظر عن صحتها من عدمها شائعتها، ويفبرك ويعمل اي حاجه. فوتوشوب شغاله وكذا. لكن انا افتكر انه حبه يكون التقنيه الحديثه الموجوده الان تضبط كل المصادر اللي بتؤدي الى زعزعه الامن والاستقرار في البلاد. وتضبطها طوال، لانه يا اخواننا اشانه السمعه مشكله. الغزف مشكله. تشويه صورة البلاد مشكلة. صحيح. تشويه صورة أجهزتنا سواء كانت تنفيذية أو تشريعية أو سيادية أو حتى أمنية مشكلة كبيرة جدا. فأنا أفتكر أنه قوات الدعم السريع الآن بتقوم بدورها ضمن منظومة القوات المسلحة، والكلام ده مفهوم بالضرورة. يعني القوات دي صحيح انه في احد النظام السابق كان عندها يمكن صلاحيات وكانت بعيده، لكن تم ضمها للقوات المسلحه واصبحت تعمل تحت امره القوات المسلحه. فحق ما نشكك ابدا في هذه القوات كلها الامنيه بتاعتنا، لانها ده صمام الامان للجهاز التنفيذي. لما نتكلم عن سلام الان كاولويه للحكومه الانتقاليه، ما لم الاجهزه اللي تكلمت عنها دي تكون على قلب رجل واحد، ما بيتحقق السلام. لو تكلمت عن الاقتصاد ودعمه وتقويته، ما لم تكون عندك يعني امن مستتب تماما، لا بيجيك مستثمر ولا بيتعاون معك ولا اي حاجه. فخلونا ننظر للفتره الانتقاليه دي نظره بتاع دي فتره يجب ان تتعاون فيها كل الاطراف عشان نسوق الى الامام ونصل الى الانتخابات الديمقراطيه اللي بيشارك فيها كل زول بالحق حسب وزنه. وتجيب الزول اللي بتجيبه. وتجيب الزول اللي بتجيبه حسب وزنه. صح. يعني انت الليله ما خلاص الناس ارتضت انه دي ثوره شعبيه وجابت الناس اللي نفذوا الثوره الشعبيه وكذا، لكنها فتره انتقاليه. صح. بعد كده اي حزب
بدل يمشي في اتهام الآخر ولا عرقلة مسيرة الآخر، يجهز روحه، يجهز روحه ويقوي بنيته، صح. وبعد ذاك نخش الانتخابات كل زول يشوف وزنه وين، وهو بيحكم باسم منه. ده كلام سليم.